السلام عليكم بنات، مرحبا بكم. ان شاء الله كاملاكم بخير وراكم ملاح، وهذا الفيديو يلاقيكم في احسن الاحوال. اليوم رانا مع العشيه بليتو هدا، وين دخلت من خدمتي قلت بوركوا با نصور لكم يعني كيفاش روتيني بعد العمل، كيفاش ندخل يعني صح سي فغي ندخل مزروبه. مي ما نكذبش عليكم، تعلمت اني نعطي كل وقت حقه. افون كنت ندخل نجري 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 ديريكتومون يلا العشاء، دي فواحد كنت نسمع ساعات في قهوتي ولا عفسه هكذا، مي دوكا نو، وليت بعقلي والحمد لله وليت نلحق على وقتي بويسك راني منظمه كل حاجه، راني دايره لها حساب، دايره واش حنطيب واش راني حندير باغ اكزومبل. زعما حنطيب اليوم حنفرز ولا حنطوي الحوايج ولا عندي الحوايج نغسلهم، يعني كل نهار ونهارو وكل دقيقه ودقيقتها، يعني نعيشو كل دقيقه كما قال بوقتها. هذه هي، ما نجروش مور الدنيا باسكو الدنيا تخلص والشغل ما يخلصش يا البنات، والله ما يخلص تقوني. هنا اون فوا دخلت العشيه بيان سور، اون فوا بدلت غسلت يعني مانيش حنقعد بحوايجي اوتوماتيكمون، لبست حاجه هكا اللي نكون بها اليز. هويت الدار، حليت التواقي، نحب انا التواقي كيكونوا محلولين كيكون طيب عشاتي ولا باش هكا ريحه طياب ولا ما تقعدليش في الدار تدور لي، نحب نهوي كامل الدار بيس كانت مغلوقه نهار كامل، تقدروا تقولوا مغلوقه نهار ونص. ما كنتش بايته في داري، كنت في دارنا، اديت بنتي تقعد هي تما ديك، خليتها في دارنا ووليت انا غدوه من داك بت معاها ليله برك وليت لداري. ماشي سهله سي فري، صعيبه نتوحشها سي نورمال، نتوحشها تجي قدامي تبوجي من مع الخدمه ما كاش كيفاش، وانا شتوني باللي بزاف حساسه ونخاف من لي نوغيس. ما نكذبش عليكم عندي نظره شويه سيئه عليهم، يعني حاشا ما تستهلهاش، كاني بالك تخدم من قلبها، مي انا ما نحبش بزاف لي نوغيس. الوغ جو بريفير تكون عند اختي اوموا راني مطمنه عليها، سوا ماما بابا يعني كامل يتهلاو فيها الحمد لله. وهنا جست لقاوتي وجدت طوست ديالي، حنستعمل هذه ديال لا مارغارين تاع تارتينو، بزاف بنينه. قلت لكم هذيك لا مارغارين تاع تارتينو اذا لقيتوها غير شروها، بزاف بزاف بنينه يا البنات. هذه لقيتها في عين بنيان كي رحت لدارنا في واحد لا سوبيرات، لقيتها دايرها يعني بيعها بثلاثه بروموسيون ب 12000. مي انا مع الاول عمبات لي حتتبيري ما ولا، مي فينالمون نو، مازال لا دات بعيده. مي وشنو يا البنات والله العظيم بنينه بنينه بزاف، اون ديغي راكم تاكلوا فلوبور يعني الزبده ماشي مارغارين. درت بها يعني جربت بها حتى الطمينه تاع المولود، جات بزاف بنينه بها اذا تلاقيتو بها ولا، و ميم طون يعني رخيصه في نفس الوقت، يعني رخيصه بور لو بري تاع 12000، 3 ب 12000 مليحه. انا بور موا مليحه ما نكذبش عليكم، شيت هاد المره 3، مي لو كان نزيد نصيبها ولا نلقاها هنا في الحاميس اني رايحه نشريها بويسك عجبتني بزاف، ميو كو فلوريال. مول فانا ندير فلوريال مي ولا لابيل، لابيل ولا تجيني فيها اغيغ كو ما ولاش تعجبني بزاف. فوالا البنات هادي جوست اونتر بارونتيز، نحب نعطيكم عفسه عجبتني ولا نحب نوريها لكم باش نتوما تاني تستفادوا معايا. وطوست عادي معجون وبور دو كاكاوات اللي ما نستغناش عليه مالغري جو سي اليرجيك منو، مي لازم ناكلو ما نكذبش عليكم باسكو نحبو بزاف. وهذه هي، قلت او موا نقوت روحي قبل ما نوض العشايا. هنا في العشاء كنت حنوجد رشته اللي كتب ربي، قلت ندير رشته بويسك كنت جبتها من الكونجيلاتور، انا كي نشريها البنات نديرها في الكونجيلاتور ومن بعد كي نعرفو حي حنطيبها ولا نجبدها نورمال هكذا باش ما تفسدليش ولا، يعني ما نخليها شحال هي في الكونجيلاتور نورمال بيان سور ما ديباسيش اموا. وكي نطيبها بيان سور يا البنات نطيب كيلو علاجه، ومن بعد كي يقعد لي ناكلو واش ناكلو يعني نتعشاو باش نتعشاو، واللي يقعد لي هي ولاصوص نديرهم في كونجيلاتور باش هكا نلقاهم. بيان سور ما نديباسيش كي تكون طايبه ما نديباسيش 4 جوغ 5 ماكسيموم، نجبدها نلقى كي نحيد كامل واش نطيب هذاك النهار ولا نكون عجزانه عيانه، هذه راهي نفسي نورمال دي فوا نعياو نلقى عندي عشا هذاك رشته ولا شخشوخه سا ديبون، نجبدهم هكا ونعاود لها غير تفويره هكذاك راكم تعرفوا نسخنها ونحطها. هذه جوست عطيتكم ايدي انا كيفاش نوجد، وهنا انا نجوز نسق قهوه نقعد راسي وهكا باش نجوزو مع بعض نوجدو هذاك العشاء. وفي نفس الوقت يعني نقصرو شويه توجور، نحب نعطيكم في المحتوى تاع الفيديو ديالي
توجور نحب نعطيكم حاجه واش استفدت منها انايا، وتوجور نقول لكم بلي في لي كومونتير نتقاسموا ما بيناتنا، سواء في لي ميساج بريفي تبعتوهم ولا في لا بواط ميل، وموا هكا باش نعرفوا يعني نعرفوا افكار تاع بعضنا، نتقاسموا مع بعضنا الافكار، نستفادوا من بعضنا سورتو. يعني اليوتيوب اللي في بوغ سا، ماشي غير انا تدو من عندي، ما انا ندي من عندكم، وبيان سور ما انا نتعلم كيما راكم تتعلموا نتوما، ما كاش واحد زاد معلم. كاين بزاف لي بون، ماشي بزاف، كاين دو تخوا بيرسون اللي قالوا لي واش من فايده انك راكي تقراي في الكتابات، كيفاش راكي تلقاي الوقت. و سي فري كاين بزاف لي بوزيو هاد لا كيسيون، يطرحوا بزاف هاد السؤال، وانا نقول لكم يعني ماشي جديده في يعني ما كنتش ماشي هنا وهنا وليت نقرا، فوالا صافي بيان اونطوم. لي كنت صغيره مبوكيني، كنت مبوكيني بزاف نقرا الكتابات، وقريت بزاف الكتابات يعني انواع تاع الكتابات، قلت لكم قريت بزاف انواع تاع الكتابات. بون هنا الرشته اللي حبيت الوصفه تاعها اكتبوا رشته عاصميه المطبخ نوران، راح تخرج لكم، درت لكم فيديو عليها يعني وحدها هكا باش تعلم. ما تعرفش الوصفه راح تعرف الوصفه، سهله سهله وما كاش اسهل منها هكا، باش نعاود بلا ما نعاود نقول لكم كيفاش نطيبها، وما كاش سهله كيما الرشته والمرقه بيضه. سينو هنا نعاودو نولو السوجي تاعنا البنات. قلت لكم انا كنت نقرا صافي بيان اون طون، كنت مبوكيني ميم كي كنت نقرا يعني لانفورماتيك تاعي وكلش، كنت نشي الكتابات وكنت توجور ناخذ منهم افكار، ناخذ منهم كيما نقولوا حنايا الفوائد، ناخذ نقاط. توجور عندي كارني نكتب باغ اكزومبل لقيت عفسه لقيت فيها فائده عجبتني نكتبها في ورقه باش هكا ما ننساهاش، وكنت دي فوا ميم نخدمهم يعني نخدمهم اون فورم دياغراما، يعني اللي قاو الانفورماتيك هما رايحين يفهموا على واش راني نهضر. كنت نخدم بزاف لي بريزونطاسيون تاع دياغراما، وفي نفس الوقت تاع فرونت بيج، يعني الانفورم باسكو انا واش قريت الانفورماتيك جينيرال، سي بور سا كنت نخدم بهم بزاف هادو. وباش نخدم كنت ندير لي بريزونطاسيون تاعي، جيتي اوبليجي في الديبي سي فري، جيتي اوبليجي نقرا، ومون بير انا كان يقرا بزاف كتابات، وعندي اختي وخطوخه تقرا بزاف كتابات، واختي صغيره ثاني تقرا بزاف كتابات برك تاع لي لونغ اون انغلي المون فرونسي هادوم، وكل وحده كيفاش. واش من الفايده اني نقرا الكتابات يا البنات؟ هي تقدروا تقولوا الاستثمار الوقت الفراغ، هذه هي تو سامبلومون. بيان سور حتقولوا لي وعلاش ما تقرايش المصحف؟ نقرا المصحف البنات، مسامي جو سي با اوبليجي نصور لكم قال فوالا اليوم راني حكمت المصحف واني بديت نقرا، نو هذيك بيني وبين ربي، سي با اوبليجي نوريها لكم في الكاميرا. انا بو مو هذا هو تفكيري، وقولوا لي نتوما اذا خاطئ. وكي نقرا الكتابات نعطيكم باغ اكزومبل كتاب عجبني نحب نوريه لكم، لا يحب تقرا ولا تستفاد. هنا في هذيك القدره صغيره البنات راني حنوجد صالاد دوغي باش هكا نديها معايا غدوه ان شاء الله للخدمه، بويسك جهات اختي قلت لها غدوه ان شاء الله عليا الفطور انا نطيب ونجيب، يعني باش تفهموا ابي بخي واش راني ندير، نهضروا شويه من وشويه من، على بالي حد نخلطها لكم اليوم، اليوم حن تتخلط عليكم. قلت لكم وشنو هي الفايده من القراءه؟ انا دوكاتيك واش نقول لكم؟ نقول لكم باللي شوفوا باش تقراو الكتابات، ولا قلتها لكم ديجا كاين بزاف بزاف الكتابات اللي تحبوا تقراوهم، يعني كيما نقول لك عدد لا يحصى، وكاين بزاف طرق تحبوا تقراوهم سوا سوغ انترنت ولا في سوا في البيبيوتيك ولا تشروها تو سامبلومون. انا ننصحكم انه الكتابات كي تشروهم خير تقراوهم، يعني حاجه ملموس احسن من الانترنت 1000 فوا بي دي اف، انا نقول لكم يعني هذه عن تجربه فوالا. وتوجو قلت لكم هذيك حاجه باينه لازم نخصو وقت للقرايه، باسكو علاش الاستفاده، الاستفاده وشنو توجو وعلى انا بوما وشنو حاجه الاولى حنديرو تطوير تاع الذات تاعنا، حاجه الثانيه نغذيو العقل ديالنا، وبيان سور باش نثقفوا انفسنا، هذا هو اللي كيما نقولوا يعني واش حنستفادوا من القرايه، هذه هي تو سامبلومون. وتوجور نعرفوا بلي لازم كي نكونوا نقراو لازم ناخذوا فوائد واش قرينا، جور نقاط هكا ناخذوهم دو كوتي، سورتو علاش كي تاخذوا نقاط راكم رايحين تتعلموا كيفيه التنظيم سواء في حياتنا اليوميه ولا في العمل ولا في الشخصيه، هذا ما كان مام اذا كنا قاعدين في الدار باغ اكزومبل، انا جيت قاعده في الدار هذا ما يعنيش اني ما ننظمش حياتي، نو البنات هذا مفهوم خطأ، مام جيتي قاعده في الدار لازم تنظمي، ديري تنظيم يومي والاسبوعي واش هكا حاطيبي باش هكا تكوني منظمه ومرتبه.
وباش نتفاهموا البنات فوزيت با اوبليجي يعني تقيدوا نفوسكم بيا انا باغ اكزومبل واش قيت انا لازم تقراوه نتوما نو البنات هذا تاني خطا ما لازمش هكذا اقراي انت كتاب اللي يساعدك انت اللي يعجبك ماشي اوبليجي ما تحبيش تقراي ما تحبيش تقراي كل واحد وطريقته انا نتقاسم معكم جوست طريقتي سيتي سا لو بوت تاع ماشين يوتيوب اللي كحليتها باش نتقاسم معاكم سي تو تافي نورمال وهنا في صالة دوغي واش درت البنات باش هكا تفهموا درت دويغ ودرت حبة طوماطيش قطعتها اون كاري هكا دي بتي كاري ودرت لي كورنيشون وبطاطون تاع الوي تاع الزيت واللي عندها مايس تنجمو تزيدوا لها وتجي بزاف بزاف بنينه ما عندي ما نقول لكم بيان سور الروز ان فوا يغلي بيان يطيب يعني تصفيوه وديروه عليها تخلطوا هكا وتخلوها تبرد يعني هادي تشين صالة دوغي بزاف بنينه ما ديولها ني مايونيز ني حتى حاجه فوالا البنات قلت لكم باللي ما تكونوا قاعدين في الدار لازم نظموا حياتنا نظموا نديروا كارني يعني جربيها نقول لك حاجه الاخت جربيها انت يعني بوندون ان موا ورجعي لي الخبر بوندون ان موا ديري زعما لا ليست واش راكي حاطيبي في هذيك السمانه باغ اكزومبل واش راكي حدي لي كل يوم عندك كما نقولوا حنايا ليست دو شغل لا ليست اللي راكي حت ديريها قال اليوم نغسل الحوايج نطويهم ونمسح غدوه ان شاء الله ندير هاك هكذا وكذا وهي رايحه وتشوفي بانه في حياتك رايحه تتغير في هذاك الشهر ما تامنيش بروحك تولي منظمه تولي يعني كان تولي ماشي مقلقه انا خرجت عليها الطريقه الحمد لله سورتو كي تزوج ما نكذبش عليكم في الديبي كنت خايفه باسكو مسؤوليه ماشي كما كنت في دارنا شويه سي فري نكونوا في دارنا دي فوا نتكلوا ندخلوا للدار نلقاو شغل مديور دي فوا عشا طايب يعني ما نكذبوش على بعضنا مي اون فوا تزوج سورتو وحده اللي تسكن وحدها في الديبي سي با فاسيل نتفرفشو تتخلط علينا مي ومن بعد مع الوقت بشويه بشويه بيان سور واحد يعاود يلقى كيما نقولوا حنا لي روبير ديالو وهادي هي ينظم روحو ويد وحده قاعده في الدار انا ننصحك تتعلمي حاجه اللي تفيدك باغ اكزومبل تتعلمي طيبي كيما اليوتيوب تقولي لي ما عنديش دراهم انا نروح نقرا نو كاين يوتيوب راه يعلم بزاف طيابات سي ولا تعلمي خياطه يعني حاجه نحبوها حنايا اي حاجه تحبيها وديريها يعني اي حاجه تشوفيها بلي حتطور من نفسيتك طور لك من ذاتك انا ننصحك انك ديريها وكما نقولوا يعني غير فرونسي هذا ما كان يعني ديريها تو سامبلومون وبيان سور اكيد كل واحد فينا عنده طموح يحلم تو سي تو صافي نورمال كامل نحلموا كامل نحبوا نكونوا يعني اصحاب يعني اعمال يعني نديروها هكا بيدينا ولا عندنا مبادئ النجاح يعني سي تو صافي نورمال واش نقول لك انا نقول لك انا توجور يفو الايمان واقتناع بالقدره يعني لازم تكون عندك اقتناع والثقه في النفس ديالك هذا ما كان تو سامبلومون وتانيك لازم كيما نقولوا حنا لازم تمتلكيها باسكو هذاك هو المفتاح ديالك لي كيما نقولوا حنايا تكون شوفي اذا شتو روحكم باغ اكزومبل انت شفتي روحك قادره على هذاك الشيء كي قادره ديري باغ اكزومبل هذاك زعما تتعلمي هذيك الحاجه كي قادره ديريها تو سامبلومون انا نقول لك انت قادره باسكو كي مامنه بهذاك الشيء واذا شتي روحك نو تبدي تقولي نو ما نقدر لهاش وصعيبه عليا انا نقول لك بلي ما تقدري لهاش باسكو علاش هذا الامر توجو مرتبط بالشخصيه تاعك والقناعات تاعك هذه هي من الاخر انا نجيكم تكون قناعتك وشخصيتك قويه حتنجحي تكون ضعيفه يا اختي واش حنقول لك ربنا ولك الحمد وهذه هي الرشته اللي حضرناها جات بزاف بزاف بنينه قلت لكم لا غوصه حتلقاوها في لاشين ديالي درتها في القناه ديجا وتقاسمتها معكم شحال من مره وتشاهيتها وحضرتها يعني في اقل وقت وبيان سور تونست بكم نتوما وبيان هاي لي كلاصال دو غي اللي حضرتها معاكم تاني يعني ميم مراه عامله في برا وتكون تانيك في الدار ولا غزي با فاسيل مي شوفوا يعني الوحده كي تنظم روحها كي حد تقضي طيبي شحال من حاجه في وقت وجيز كيما نقولوا حنايا انا نجوز نتعشى هنايا ومن بعد مازال في شغل هكا يسنى فيا باذن الله راني دايره كما قال كل حاجه تكون نديرها تمتم على بالي بلي تكون نكملها بيان سور نتو نسبيكم نتوما شهيدكم في الجنه حبيباتي وربي يدوم علينا هاد النعمه ويحفظها من الزوال قولوا امين يا رب وانتوما تاني لا يحبه حاجه ولا متشهيه حاجه جامي تخلوها في خاطركم كيما ندير انايا انا توجور حاجه نتشهاها حاجه نحبها ونعرف بلي راني روطار نطيبها ما نخليهاش تبات فيا ما نكذبش عليكم انا تعودت هكا
وهنا يفوت تعشيت غسلت هذوك الميعنات نخليهم يقطرو ودوكا نجوز الباكتير هكا حشاكم نضرب له هكا نشاف خفيف طريف غير جوست نحي هذاك السبك تاع الرشه راكم تعرفوا كي نعاودوا الطعام ونعاودوا السموم يعني توجور يقعدوا لي بلاك شويه في الارض وانا نحب نجوز هكا نشاف خفيف طريف ما قال هكا صباح كي نصبح نصبح عنقه وواحد يطلع له المورال انا وحده يطلع لي المورال كي تكون داري مقيه ما نكذبش عليكم شكون لي كيما انايا سينو هنا الفوا كملت نشفت لي الحاله وهي ما حلا نقالو كان يبقى كيما يقولوا يزين نقالو كان يبقى الدنيا راهي مقيه تشعل الشاي وتوجور لو بلون دو ترافاي تاعي انا نخليه فارغ كيما راكم تشوفوا ما نحبش تباتق ما نحبش تغنجق وما نحبش البلاستيك بزاف فوق كل واحد كيفاش عندي جوست هنايا اللي نستعملهم يعني في طيابي هادوما اللي لازم يكونوا لهنا بيان سور ونعاود نغسلهم كل يوم مي سينون لو بلان دو ترافاي كل يوم فارغ كيما راكم تشوفوا ويطلع لي المورا باش نغلق معكم لو سوجي تانيك قلت لكم لازم يكون عندكم الطموح والثقه في النفس طموح هو انك ديري الهدف ديالك ديريه توجور نمبر 1 هو ديريه كيما نقولوا هدف رقم واحد في تفكيرك هذه هي وتكون عندك الثقه في نفسك يا اختيتو وبيان سور العاطفه اللي هي انك تحبي واش راكي ديري تو سامبلومون وهنايا كيما راكم تشوفوا الشطاره تاعي وجدت حتى لا ليست لوشا وخاصني لصقتهم في الفريجيدار هكا ان شاء الله زوج تاعي كيكون خارج غدوه يجوز يشري لي هكا باش يشوفهم غير يفتح فريجيدار تقابلوا لا ليست يا البنات وهنا جيت نبارطاجي معكم هدايا لو ماسك غوماج في نفس الوقت واسمو بيوجن ما نكذبش عليكم اول مره نستعمله جاي 100% بيور بيو يعني طبيعي 100% 100% فوالا قلت لكم هذا تاع التين الشوكي شوفوا اتيليزيته مره اسنا نحسب مره زوج دو فوا فوالا دو فوا باش ما نكذبش عليكم مي بور لانستون مازال ما شفت النتيجه تاعو كما قال حنا واحد 100% مي ان شاء الله نزيد نجربو ونهضر لكم عليه بور لو بري تاعو يا البنات شيتو 27000 ولا 30000 نورمالمون 27000 عند يا ربي عند جرين شوب فوالا لي جاي في ساحتو هذا اونطخ باب عزون كيما لو برينتون كيما الدروج فوالا البنات اون توكا انا نزيد نجربو ونعاود نهضر لكم عليه في فيديو نقول لكم فوالا كيفاش اوتيليزيتو واش لازم نوتيليزيه باسكو ما لازمش وحدو برك هذه هي لا فيديو تاع اليوم يا البنات ان شاء الله تكون عجبتكم اذا عجبتكم ما تنساوش الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس وكتبوا لي في الكومونتير اي موضوع راكم حابين نهضروا فيه ما يكون لا خاطركم يا البنات بيان سور نهضروا فيه باش هكا توجور نستفادوا من لي فيديو ديالنا ماشي غير شغل وطياب وكما قال واحد الهضره بلا فايده باش هكا نستفادوا بحاجه نخرجوا بحاجه نتيجه مليحه ان شاء الله اون توكا البنات بقى عليا غير نقول لكم تهلاو في نفسكم بزاف 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 ونتلاقاو ان شاء الله مع فيديو اخر سلام حبيباتي